فقرر ابن سعود غزو الحجاز فورا. الله اكبر، الحكم لله، ثم العبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن سعود. كتائب الاخوان تنفذ غارات مكثفه في مناطق شريفيه. الهجوم الكبير كان في الطائف عاصمة الحجاز الصيفية، تحديداً في الثالث من أيلول سبتمبر 1924، حيث تحرك جيش الإخوان صوب الطائف بقيادة المتعصب سلطان بن بجاد. لم تتمكن الطائف من الصمود إطلاقاً، وقتل المئات من الناس، حتى أن صحفاً بريطانية تحدثت عن قطع لحناجر الأطفال والنساء، وأن العشرات قد لجأوا إلى جامع ابن عباس، لكنهم قتلوا جميعا داخل المسجد. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم؟ أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم؟ أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم نغمي؟ أمتي كم غصة دامية خنقت نجوى علاك في فمي؟ أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم نغمي؟